أكيد من بعد الانتهاء من الدرس اللي يتعلق بالحراسة الخاصة، وخصوصا كل ما يتعلق بالأمن داخل المؤسسات الاستشفائية أو المستشفيات سواء الخاصة أو العامة، هذا موضوع شائك وضروري من التنويه للو التنبيه لبعض رجال الأمن الخاص، على أساس أنهم يعرفوا طريقة التعامل مع الناس سواء المرضى أو المراجعين أو الأطر الطبية اللي كتشتغل في المؤسسة الطبية أو الاستشفائية اللي تكلمنا عليها. هذا جانب، نتمنى في حصة أخرى أكيد غنتكلموا على موضوع آخر في مجالات أخرى، ولكن يعني إحنا كمواطنين مغاربة لسنا بمعزل ولسنا في منأى عن ما يقع في المملكة المغربية الشريفة. بعض الأحداث الآنية اللي كتفرض نفسها يعني وكتولي قضية رأي عام، خصوصا احنا قناة ذات توجه أمني. إذا غنتكلموا على ما وقع أمس في ذاك الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وأنا كنتكلم هنا خصوصا مدينة القنيطرة، الحادثة اللي وقعت يعني ما بين رجال الشرطة والابن ديال الفنان أو ما يسمى فنان بين قوسين عادل الميلودي، اللي الزوجة ديالو جات يعني وتعاملت بواحد التصرف لا أخلاقي لا مسؤول، نظرا لأن الابن ديالها يعني كان كيسوق سيارة بواحد السرعة فائقة وكيقوم بعض الحركات اللي ممكن تعرض سلامة المواطنين للخطر، مع العلم أنه ما كانش كيحمل الوثائق الثبوتية ديال الملكية ديالو للسيارة. إذن هنا في حدود الواجب وفي حدود المهام المنوطة برجال الأمن الوطني، اضطروا أنهم يوقفوه. ما وقفوه طلبوا منه الوثائق الثبوتية، ما عندوش، وكان متعنت وما بغاش يمشي مع رجال الأمن الوطني المقر الشرطة باش يكملوا الإجراءات ديال المحضر ديال المخالفة. هذه مخالفة يعني صعيبة بزاف. هنا تم الاتصال بالأم ديالو اللي كان المفروض أنها تجي وتهدي الوضع، تهدأ الوضع وتكلم بأدب وبأخلاق مع رجال الشرطة وتلوم الابن ديالها لأنه ساق السيارة بدون أوراق ثبوتية. إذن هنا كان حري بها أنها تكون في صف الشرطة، لأن هذا كيصب أولا في السلامة ديال الابن ديالها، عاد السلامة ديال المواطنين. هنا راه انتم شفتوا ديك التعنت، ديك الالفاظ النابيه، لدرجه ان الابن ديالو راه قال لرجل الشرطه بعد مني فمك خانز. رجل الشرطه كان اذكى منه وتكلم بواحد سرعه البديهه، قال له انا فمي خانز لانني كنقيل كنجري باش نحافظ على الامن ونعيش العائله ديالي. اه فمي خانز حيت كنخدم على ولادي، فمي خانز من الصباح وانا نجري، فمك انت اللي نقي. صافي انا فمي خانز وشنو غنبغي؟ انا غنقول لك اولاد عادل الميلودي من هذا المنبر ان الكون شفتي الفم ديال الاب ديالك، لانه كيعترف بعظمته انه كيتعاطى المخدرات وكميت وما عندي ما ندير، وانا راه ما قدرتش، راه يعني الله يعفو عليا، راه ما قدرتش، راه ما كنت نير فضغية وما يمكنش ليا من الكميت، راه انا كنت ودائما راه العشاء في المتاجر، راه هو هذا هو الواقع، ما عندي ما ندير، الله يعفو عليا. هذه ولا كاين شويه العشبه وداك الشيء؟ لا ولا عشبه، راه هي راه العشاء في المتاجر وكل شيء، ما هذه راه هذه راه كل شيء، ما انت دماغي ما اكيد غادي تشوف الفرق كبير وكبير بين رائحه الفم ديال الاب ديالك وديال هاد الشرطي الباسل، هاد الشرطي المناضل، هاد الشرطي المرابط يعني في جميع يعني الشوارع والطرقات ديال المملكة المغربية باش يحافظ على الأمن واستتباب الأمن والسلامة ديال المواطنين. هنا كان هذا رجل الأمن أذكى، كيخدم بحرفية، كيخدم طبقا للقوانين والقواعد المنصوص عليها، وحنا شفنا يعني دائما التغيير من بعد ما سلم السي عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني مشكورا من هذا المنبر، والمغاربه كاملين كيشكروه، الرجل المناسب في المكان المناسب، التعليمات كانت واضحه، والبرامج التكوينيه ديال رجال الشرطه اللي كتعلق بحقوق الانسان كانت واضحه، ان الشرطي ما تجاوز لا على طفل
ولا على الام ديالو ولو بكلمه واحده. يعني كان كيحاول يهدئ الوضع وكيحاول يبين لها على ان ولدها غلط، انه غادي يمشي للمركز باش تتم الاجراءات في واحد الجو سليم، لكن كانت مصره على انها تسبو، على انها تمادت، انها كانت كتضربو يعني بركلات. وهذا الفيديو واضح، والشكر موصول لهاد الناس او لهاد الشخص اللي سجل هاد الفيديو باش يكون وثيقه اثبات على ان هاد الانسانه غير متخلقه، هاد الانسانه كتعتبر راسها فوق القانون، مع العلم ان رجل الامن نبهها لهذا الشيء وكان كيقول لا احد فوق القانون، لا احد فوق القانون، القانون سيأخذ مجراه، اللي عنده شي حق غادي ياخذه. ولاحظت ان الشرطي اللي كان بالزي الرسمي كان كيحاول يهدئ الوضع، وكان كيحاول ينبهها لهذه الامور هذه، كان كيحاول يهدئها، لكن كانت يعني في واحد الهيجان، في واحد الحاله هستيريه، لدرجه انها كانت كتشوف ان الشرطي هو الخطأ، وما كانتش كتشوف بان الابن ديالها هو اللي غلط من ساسو لراسو. ولدك يطبق عليه القانون، ولدك يطبق عليه القانون بحالو بحال ايها المواطنين. صافي ما احترمش اولا، ما خداش الوثائق الثبوتيه ديالو السياره. ثاني حاجه انه كان كيقوم بواحد السرعه مفرطه، يمكن بديك الحركات البهلواني اللي كيديروا الشباب وتعنت الشباب في الشوارع او طيش الشباب. اذا هنا الامور مشات في واحد المجرى اخر، ان هاد السيده غادي تتعرض اكيد للعقوبه لانها ما احترمتش هاد رجال الشرطه. عرقلت رجل الامن اثناء اداء المهام ديالو. هاد البند هذا صعيب، واي موظف اي شخص كيقوم بالمهام ديالو وجيتي انت وحاولتي تمنعو انه يؤدي الواجب ديالو بواحد المهنيه، بواحد الوطنيه، بواحد الاخلاص، بواحد التفاني، بواحد التجرد، اذا هنا انت كتكون تحت طائله القانون. وهذا اللي وقع لهاد السيده هذه اللي ما انتبهتش، واكيد القانون غادي ياخذ مجراه. نتمنى يكون هذا الفيديو هذا او هذا الواقع عبره للمواطنين بصفه عامه. اذا هنا الامور مشات في واحد المجرى اخر، ان هاد السيده غادي تتعرض اكيد للعقوبه لانها ما احترمتش هاد رجال الشرطه. عرقلت رجل الامن اثناء اداء المهام ديالو. هاد البند هذا صعيب، واي موظف اي شخص كيقوم بالمهام ديالو وجيتي انت وحاولتي تمنعو انه يؤدي الواجب ديالو بواحد المهنيه، بواحد الوطنيه، بواحد الاخلاص، بواحد التفاني، بواحد التجرد، اذا هنا انت كتكون تحت طائله القانون. وهذا اللي وقع لهاد السيده هذه اللي ما انتبهتش، واكيد القانون غادي ياخذ مجراه.
نتمنى يكون هذا الفيديو هذا أو هذه الواقعة عبرة للمواطنين بصفة عامة، للمواطنين بصفة عامة، على أنهم المغرب راه قطع واحد الشوط كبير في هذا المجال هذا وما بقاش ولد الفشوش. هذه الكلمة اللي كتقال دائما أن بعد أبناء يعني إما شخصيات نافذة أو غير نافذة أو ناس كيظنوا أنهم يعني عندهم واحد القيمة في المجتمع على أنهم الناس كنظن أغبياء، الناس اللي ما رباوش وليداتهم، الناس اللي ما كيحسبوش الكلام ديالهم. وشكرا.